Okay, I want to welcome you to our second. أرحب بكم جميعا في هذه اللحظات وأتمنى أن تكونوا جميعا على تواصل وألا يصاب أحد بالملل. نحن الآن سعداء بأن يكون جوردن ميتشل وهو أستاذ مشارك هو أيضا يتعامل مع الترجمة العلمية في كلية الطب في بيتسبرغ في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بروفيسور ميتشل يركز على الخطابة والمناظرة والحوار وخاصة في السياق العسكري. أيضا له كتاب في عالم السياسة فاز بجائزة ونشر أكثر من 40 مقالة في المجلات العلمية. أيضا أشرف على 11 رسالة دكتوراه وقبل أن يرأس القسم بدأ لمدة 21 عاما في تحقيق هذه ومثل هذه الدراسات. هناك أيضا في جامعة نورثويسترن يونيفرسيتي وفي 1988 وكان المتحدث الرئيسي في المنافسات الخطابية. رئيس سابق لجمعية أمريكية وعني بدراسة الخطابة والجدال. رحبوا معي بالدكتور جوردن ميتشل. هذه هي النقطة التي تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أضعها على الديسكتوب لهدف في الكمبيوتر الخاص بي. كنا في نقاش مع العالم عن الجيران الناس وأصبح بالإمكان أن نعلم عن الأجواء القطبية وتستعان بهذه الأجواء كاستعارات في إطار المناقشات والخطابة والحوار وسوف نعرض لهذا. هناك أيضا ما يمكن أن يمثل مياه راكدة في المقابل المياه السارية. في الطبيعة هناك خلط وهناك ضغوط وهناك ندرة وهناك قطعة في النفس البشرية أجزاء تعلو وتهبط. على سبيل المثال المعهد المناظرات هذا موجود على الكرافات ربطة العنق ومناظرات قطر أيضا تبني هذا الحوار الحيوي والذي نعجب به والذي نعتاد عليه طيلة وجودنا معا. اليوم سأركز على الأدوات التكنولوجية لقياس رد فعل الجمهور تجاه المناظرات وهناك أيضا بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في استخدام التكنولوجيا في هذا السياق. دعونا نمارس معا وإذا ما كان بالإمكان الاستخدام الأجهزة معكم للإجابة على بعض الأسئلة. في البداية داني من لبنان وديما من البرتغال سيساعدوننا ساعدونا بالفعل. هل سمعتم عن القهوة السريعة؟ قهوة تضيف لها ماء وتشرب قهوة بعد ذلك. اضغط A إن كان الإجابة نعم، B لا، وC إن لم تكن متأكد. إذن سنبقي على هذا المثال ونتحدث عنه. المثال القادم، هل سمعتم بالفلافل الجاهزة والمخلوطة؟
هل سمعتم بها؟ الفلافل المخلوطة والجاهزة. نعم، إذن سنبقى مع مثال النسكافيه، الجميع هنا يصوتون بشكل سريع. دعونا الآن نمضي إلى أسئلة ومواضيع أكثر أهمية. المثال القادم يتعقد، لو تذكرتم أمس الشيخة موزة بنت ناصر، كما تتذكرون خلال الجلسة الاجتماعية خاطبت الجمهور بالسؤال التالي: إلى أي مدى تطبق مبادئ الخطابة والمناظرة خلال منازلكم؟ وبالتالي يمكنكم أن تضغطوا من 1 إلى 5، 1 معنى أن تعني أن القوانين لم تطبق أبدا، وثانية تعني أنها تطبق بشكل غير دائم، و3 في بعض الأحيان، و4 بشكل دائم، و5 على الدوام. هناك 24 خلافات منذ بدأنا نقاش هذا الموضوع من الأمس وإلى اليوم، وهذه هي الطريقة التي نستخدمها في التكنولوجيا التي نسعى من خلالها إلى فهم وجهات نظر كانت تتعرض للكثير من النقاشات والمحاججة. إذا دعونا ننظر إلى نتائج هذه الأسئلة. لدينا 4 أبدا، و9 ببعض الأحيان، و30 في بعض الأحيان، 36 دائما. الشيخ موسى كما تذكرون لم ترى الإجابة المباشرة، وبعد ذلك طلبت من جازم العزاوي ما هي النتائج، قال 80%. الآن يمكننا أن نرى بأن التكنولوجيا تمكننا من إنتاج إجابات أكثر دقة على السؤال الذي طرحته. هل أنتم تعرفون الدكتور هو؟ ألف نعم، باء لا، هذا هو السؤال. هل لديكم معلومات، لديكم ربما معلومات باللغة العربية مخزنة في مكان وليست منتشرة، هل تودون ما الذي يحدث عندما يقوم دكتور هو بمقابلة القيام بالمناظرات؟ دعونا نجيب على هذا السؤال. لقد أغلق التصويت الآن، نرى ما هي النتيجة بشأن الدكتور هو عندما يقابل المناظرة. هذه الصورة لبول لازفورد وستينغتون، يعملان على تكنولوجيا تدعى محلل البرامج في 1940 في أمريكا، وسنتحدث عن تلك التكنولوجيا والتطورات التي شهدتها مؤخرا. مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجنا ويهتم بالقضايا والأفكار، وهذا البرنامج يسعى إلى تدريب الأشخاص في فن المناظرات. أحد القضايا الأخرى التي يقوم بها البرنامج هو تعزيز الحوار والمناظرات والنقاش، وقد قمنا بذلك خلال فترات كثيرة. إذن هذا المقتطف يظهر قيام تقليدي المناظرات في أمريكا وكونه تقليد قوي بشكل عام في المجتمع وخاصة في الوساطة الجامعي،
حيث أنه يتم نقاش هذا الأمر في التلفزيون في جامعة فيرمونت، ويهدف هذا أساسا إلى الانخراط الاجتماعي والتفكير النقدي بشأن القضايا التي تهم. هذه صورة من الستينات وهي تتعلق ببرنامج على NBC يقوم به طلبة بشأن مواضيع مهمة. والآن سنشاهد مقتطفا مختلفا يتعلق بالثمانينات من القرن الماضي، وهو يتعلق بنقاش طلابي في واشنطن دي سي. النقاش الليلة سيتم تقديمه بناء على القواعد المحددة. الآن سأقدم لكم رئيسا للمناظرة، وهو لديه خبرة في مجال المناظرات. هدف نقاش الليلة هو أن تقوموا بالمشاركة، أي أنكم تستطيعون أن تتدخلوا مباشرة في حديث المتحدثين، لأنه إذا لم يشارك الجمهور وجلس وشاهد فقط فلن يحظى بأفضل ما في هذه التجربة. لدينا نقاش مثير للجدد، ولدينا طلبة من أحسن المتحدثين عبر العالم، ولدينا ضيوف متميزين كذلك. لم تكن تعرف ذلك، والسارة لم تكن تعرف ذلك. نقاشهم يعني أن الجمهور يجب أن لا يحظى بالنفاذ إلى بعض خاص ونوع خاص من المعلومات. تذكروا المعارضة تدافع عن الحصول إلى معرفة حقيقية بالقضايا السياسية. هذه فرضية مهمة جدا. والآن هذه الصورة. أتحدث أنه حرز رقما قياسيا في رمي الحجر على سطح الماء. لكن السؤال هو، ما الذي حدث لفرانك لانتس؟ إن الوضع في بغداد لا يزال متوترا. ما نقوم به في قضية الهجرة هي أنها أصبحت انتهاكا ولكن ليس جيدا. هذه وجهة نظر قوية وحكم يثير الجدل. هذه مقتطفات من عروض تلفزيونية مختلفة، وهناك صوت واحد مفقود وهو صوت الشعب. الآن الناس، الشعب في النهاية سيحصل على صوته بفضل هذا الشخص فرانك لانتس. بفضل هذه المقتطفات أتحدث عن فرانك لانتس وكيف يجيد الخطابة والحديث. هذه مقتطفات تمجد قدرته على الخطابة. يقولون أنه مختص في التعرف على طريقة تفكير الناس. إذن فرانكلين يقوم بتحليل أحد البرامج الذي تقوم إحدى الشركات بترويجه، وعبارة عن تكنولوجيا ساعدته كثيرا. لكن يمكنكم أن تفهموا هذا الأمر من خلال إعادة قراءة التكنولوجيا التي أثرت على المناظرات العامة، بما فيها تاريخ مجلس فيوخ في العهد الروماني، وهي طريقات مناظرة تم تبنيها في بريطانيا، حيث أنك تصوت بجسدك. إذا أنك تغادر المناظرة لتسجل صوتك. في فترة 30 كانت هنا
هذا التصويت في جامعة بيتسبرغ، والفكرة هي أن الجمهور يتلقى ورقة في البداية ويعبرون عن وجهة نظرهم، وبعد انتهاء المناظرة يقومون بتعبير عن آرائهم بشكل مجيد. إذن هذه هي استخدام الورق لمعرفة استجابة الجمهور. إذن في منتصف القرن العشرين كان هناك برنامج يسمى البرنامج التحليلي، حيث أنك تضغط ثلاثة أزرار حول جيد وسيء ومتوسط من أجل تسجيل استجابة الناس إلى أداء الراديو والتلفزيون. وهذه التكنولوجيا كانت جزء من نظام البث كولومبيا للتلفزيون والإذاعة في منتصف القرن العشرين في أمريكا. اليوم لدينا بالإضافة إلى برنامج التحليلي يسمى برنامج آخر يسمى محلل الفهم، و أحد مروجي هذا البرنامج اكتشف أننا سننظم مؤتمرا وقال لي من فضلك حاول أن تتحدث عن برنامجنا وسنتواصل، وبالتالي قمت باستضافتهم عبر السكايب لطرح أسئلة عليهم. ما رفضوا، لكن قالوا لو كانت لديكم أسئلة بشأن التكنولوجيا يمكنني أن أحيلكم إلى جهات اتصال الإجابة على الأسئلة التي لديكم بشأن هذه التكنولوجيا. إذن هذا البرنامج لا يزال موجود حاليا، ولنرى كيف أن هذا البرنامج الذي قام به فرانك لينتس والذي يعود أن وتم التعبير عنه بليتون. إذن هذا برنامج من السياسيين يحاولوا أن يعرف ردة فعل الناس للانتخابات عندما يسمعون إلى مناظرة أوباما ورومني. هنا رئيس أحسن لحظات أوباما عندما كان يتحدث عن الاستثمار في أمريكا. استمعوا إلى الرئيس في كلمته الافتتاحية. أعتقد أنه علينا أن نستثمر في التعليم والتدريب، ومن المهم أن نطور مصادر جديدة للطاقة في أمريكا وأن نغير نظام الضرائب ونساعد الشركات الصغيرة والشركات التي تستثمر في أمريكا، وأن نأخذ بعض الأموال من أجل ونحن نخفض حروبنا، وكذلك أن نقلص العجز بشكل متوازن لنقوم بهذه الاستثمارات. الآن علينا ننظر إلى أفضل لحظات المناظرة بالنسبة لرومني من وجهة نظر الرجال والنساء. سئل في نهاية المناظرة بشأن دور الحكومة، اسمعوا وجهة نظري. أؤمن بضرورة إبقاء التزامنا للحرية والتسامح الديني في هذا البلد، وهذا يعني أننا أيضا منحنا الله الحق في أن نبحث عن السعادة، وأنا أفهم ذلك بأن أولئك الذين هم فقراء ولا يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم عليهم أن نوفر لهم الدعم. لدينا الصحفية موجودة هناك حاضرة مع الجماهير، أخبرنا ما الذي يحدث معك. لقد كانت هذه ليلة جيدة والجميع كان يستمع وأنا كنت أنظر إليهم وكانت لديهم أزرار يحركونها. هذه مجموعة من المصوتين لم تقرر بشأن رأيها، لكن كما قلت كانت لديهم ردة فعل على تلك اللحظتين. هاتان اللحظتان حظي ما رمني بأكثر الاستجابات لهما، كحظي رمني بسبعة وأوباما بأربعة. إذن هل تقومون بنفس الشيء في الشرق؟ هذه الأداة التكنولوجية تعمل في الشرق الأوسط. لدينا هذا البرنامج على الشاشة يعمل في الإمارات على هذه اللائحة. وايد كارد موجودة في قطر. لو فكرتم في الانتخابات التشريعية القادمة والتي ستنظم في منتصف 2013، سنرى ما إذا كان المرشحين الذين سيتم اختيارهم للمناظرات. قد تغطيهم الجزيرة، لكن كيف ستقدم الجزيرة التغطية الحية؟ ذلك سؤال مهم جدا بالنسبة لقطر. والجزيرة في الماضي كانت تستخدم
محتويات تويتر حيع في تغطيتهم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ذلك خيار. الخيار الآخر وقد يستخدمون جهاز المحلل الفهم. الموضوع الآخر وأنا سمعنا أمس بشراء قناة كارن تي في في أمريكا التي اشترتها الجزيرة. كيف ذلك سيفتح مجال استخدام تكنولوجيا مختلفة من طرف الجزيرة عندما تغطي المناظرات العامة والمهمة والسياسية في الشرق الأوسط؟ كل هذا يعني أننا حاليا في وقت مناسب لأن نفكر في ليتل أني، أي البرنامج الأول المحلل ليتل أني، وبرنامجه هو السري. مفهوم المنهاج والبرنامج السري محدد في هذه كومة الثلج هذه. وهنا أنا لا أريد أنكم تفكروا في فكرة تايتانوك التي تتجه باتجاه الكارثة، لكن ما يمكن ترون أن هناك أماكن من جبل الثلج هنا تحت الماء وأخرى في على السطح. إذا نحن نرى أن الناس يركزون على الأشياء الظاهرة والشكلية التي على السطح، لكن هناك أشياء في العمق من الصعب أن نراها منذ الوهلة الأولى. إذا فكرة المنهاج المخفي والسري لديها أبعاد في نظرية التعليم في أمريكا. هناك عالم أمريكي قال بأن المدارس لديها برامج مخفية تعلم الطلبة بأن يحافظوا على أماكنهم ويلتزموا بها، وهذا جزء من المنهجية التي يعبر عنها الأساتذة في القسم. إذن هذا هو الجزء السطحي من جبل الثلج، وهو المنهاج المعروف الواضح الذي يستخدم، لكن في العمق هناك أشياء مهمة خفية. فرانكلين نفسه قدم ضمانا بأن التكنولوجيا التي يقدمها أي محلل الفهم يضمن الكمال. ماجستيك أمراساس هو عبارة عن شركة هندية تقوم بتسويق هذا البرنامج في الشرق الأوسط. لديها ادعاء آخر وهي أنه سيستقطب الأفكار الحقيقية والمشاعر الحقيقية والفهم الحقيقي للمشاركين. الاستعارة التي استخدمها فرانكلين هي KAG لأفكاركم، أي الأفكار الدقيقة. الآن هناك عالمان أمريكان يعملان في مجالي، أي مجال الاتصال، هما رائدان في تسويق هذه التكنولوجيا في أمريكا. في 2007 اتصلوا مع CNN واقترحوا عليها بأن تدرج تغطية مباشرة لهذا النظام في تغطيته للمناظرات الرئاسية، وقامت CNN بذلك في الانتخابات التمهيدية في 2007. ونائب الرئيس لشركة CNN أعجب كثيرا بمستوى مشاهدة تلفزيون CNN نتيجة لذلك. وفي انتخابات 2012 رأينا مقتطف بوب فلاتفز الذي عرضناه قبل ذلك. لدينا هذه الادعاءات التي قام بها شيل وكيرك حول أهمية هذا البرنامج، وقد كتبا ونشرا مقالا مهما بشأن تجربتهما، وهي تلخيص للأساسات النظرية للأبحاث التي قدموها ليؤكدوا على نجاح ومصداقية هذا الجهاز. وتم إصدار هذا المقال في 2009 في مجلة ألمانية. دعونا ننظر إلى ما يقول هذان العالمان، وهذه فقرة تلخص البيانات الأساسية التي قدمها في محاولة منهما للتأكيد على فكرة أن الاستجابة الحية أن هذه الاستجابة الحية وتكنولوجيتها لديها مصداقية كبيرة جدا. وترون هناك الموارد التي المصادر التي اعتمدوا عليها. أحد المصادر هو بادلي من 1979. إذا نحن نتحدث عن كورك والشلك، يقولون بأن تكنولوجيا الاستجابة الفورية لديها فائدة ومصداقية كبيرة جدا، و
أول اقتباس يقومون به هو من كتاب بادلي 1979. هذا مقال أصدره ويتعلق بالتعليم والاتصال. في مقدمة المقال يقولون التالي: إن مصداقية بيانات الاستجابة المستمرة قابلة للسؤال. وكما يعبر هذا المقال، فإن مصداقية هذه البيانات عادة ما تكون محل السؤال، ومصداقية النتائج أيضا هي غير مؤكدة. ما هي المبادئ التي حددوها لفرض عدم المصداقية؟ أولا هي تصفية الصوت، فمن الصعب أن نميز بين الحركة العشوائية والاستجابة المقصودة. ثانيا التصويت السفلي والتصويت العلوي، أي أن المشاركين عادة ما يبالغون أو يقللون من ضغطهم للأزرار. هناك مبدأ آخر يتعلق بالخطأ المتعلق بالوقت، أي أنه من الصعب أن نحدد العلاقة الزمنية التي يصوت فيها الشخص واللحظة التي يضغط فيها على الزر. إذن عادة ما تكون المناظرات يتحكم فيها كثير من العناصر المتداخلة، وأن الأفكار لا يتم التعبير والقرارات لا يتم التعبير عنها في لحظة زمنية محددة، وتقوم التكنولوجيا بقياس ذلك. بعد ذلك لدينا المصداقية. حسب هذه الدراسة كان هناك منتج تلفزيون قام بالطرد مقدم برنامج على أساس أنهم كانوا يتلقون استجابة محدودة من الجمهور، وقام العالم كان العالم يقول لا تفعل ذلك لأن البيانات غير معتمدة وغير مصداقية بما يكفي لأن تكلف أحدهم وظيفته. إذن هذا يثير سؤالا حول ادعاء شيلو كيرك بأن ما قدمه يشكل أساسا لمصداقية جهاز الاستجابة الفورية. دعونا ننظر إلى شويرن في 1940. شويرن 1940 هو عبارة عن دراسة لليل الآني، وهو البرنامج القديم أي 1938 و 1939. برنامج منتج وقتها من طرف راز فرانك ستاينتون. وكنكم أن يقولون أنه حسب هذه العينات هذه النتائج لا يمكن النظر إليها بصفتها نهائية. ضف إلى ذلك هما يقولان بضرورة الحاجة إلى وجود المزيد من الناس لتأكد من مصداقية برنامج التحليلي. وهذا أيضا نسخة أخرى من نفس البرنامج، وقد سمي ليتل آني لأن ليتل آني وليتل وولف كان مشهوران في الصورة كما ترون هناك، مشهوران وقتها. والبرنامج التحليلي كانت كلمة طويلة، وبالتالي اختصروها إلى فكرة ليتل آني. وفرانشتاين صاحب البرنامج أصبح رجل السنة حسب مجلة تايم. إذن استخدام تكنولوجيا برنامج التحليلي من أجل إجابة عينات محددة لاستجابة الجمهور وصياغة البرامج بشكل جيد. إذن شويرن كان محقا، يجب أن تكون هناك المزيد من الدراسات. بعض من هذه الدراسات مقنعة بالفعل. صديقي كارستن راينمان من ألمانيا، وهو قائد وهو عالم رائد في العالم، وقام بدراسة حول أن وصل فيها إلى أن هذه التكنولوجيا قوية مما كانت عليه فيها السابق. لكن هذا يثير السؤال، ما الذي تحلل هذه الدراسات؟ الكثير من هذه الدراسات عدا دراستين كلها تنظر في أداء هذا الجهاز في منطقة مخبرية متحكم فيها. مثلا في هذه الصورة لدينا مخبر في حسب تجربة ليتل آني في 1940، أي مجموعة قليلة من الناس تجلس في غرفة ويطرحون سؤالا وينظرون إلى الاستجابة من خلال الضغط على الزر. لكن ذلك ليس تماما الطريقة التي تستخدم بها التكنولوجيا حاليا. حاليا كما ترون الرئيس أوباما ينظر ويشاهد مناظرة بين نائبه والنائب
الرمل أنفسيانا، وبالتالي هذه ليست تجربة وإنما هي لا لحظة مشاهدة تلفزيون لمظاهرة لمناظرة حية. وهذا تطبيق لهذا الجهاز التكنولوجي لم يتم دراسته. هناك دراستان فقطتان منشورتان ألمانيتان تتعلقان بالسؤال كيف أن الاستجابة المستمرة تؤثر على الناس عندما يشاهدون تغطيات مناظرات حية. الأمر يتعقد عندما ترون قضايا مثل ما حدده أوبراين الذي قال بأن هذا الجهاز محدود الأداء وأنه يمثل مجموعة كبيرة من الرأي العام لأنه لا يمثلها بالأحرى. والأشخاص الذين درسوا هذا الأمر قالوا بأنه لا ينجح في حالة سبر الآراء وإنما هو قدم معلومات للناس للمشاهدة وللتعبير عن طريقة استهلاك المعلومة، لكن الصحفيين عادة ما يستخدمونه في صبر الآراء. هذه تغطية من CNN. أخبرنا ما الذي يحدث هناك. يقول بول وولفيتس: هذه كانت ليلة جيدة، الجميع هنا كان يستمع وكانوا يقومون بضبط الأزرار يمينا ويسارا. هذه المجموعة لم تقرر بشأن التصويت وينظرون إلى أداء المتنافسين، وكانوا النتيجة هي أن من هاتين اللحظتين رومني كان لديه أكبر لحظات تأثيرا من باراك أوباما، 7 لرومني و4 لباراك أوباما. برنت تغير تقييم الاستجابة المستمرة إلى عد ل اللحظات التي أعلنت حسب وجهة نظرها رومني منتصرا على باراك أوباما حسب اللحظات المهمة، وهو أمر غير مدعوم من طرف الأبحاث. إن أكبر المدافعين عن مصداقية هذه الأداة سيقول أن هذا أمر لا أساس له. بالرغم من ذلك فإن هذا الجهاز لا يزال ينظر إليه بصفته موثوق به، و هذا يشرح أن هذه الأداة يتم تطبيقها في سياق يؤدي إلى سياق يؤدي من طرف حسب الأبحاث التي تم إجراؤها بأنه ليس ذو مصداقية كبيرة. هذا مقال نشر من طرف رونالد والتر جرين و دارين هيكس، كان يحللان مناظرة فيما موضوعها هو تكنولوجيا ثقافية في منتصف القرن الماضي. وفي هذا المقال يشرحان التداعيات السياسية لتعليم الطلبة بشأن نوع محدد من المناظرات. وأنا سأستقي مفهوم تكنولوجيا ثقافية لأسأل أي نوع من التكنولوجيا الثقافية يعتمدها برنامج قياس الاستجابة المستمرة، وما هي تداعيات ذلك، وكيف يتم استخدامه في المناهج لتعليم الناس. على الشريحة هنا بعض الأبحاث الاجتماعية والنفسية، فهاتان دراستان اقتبستهما وهما يتعلقان بتأثير أنظمة قياس الاستجابة المستمرة وتأثيره على الجمهور. هذا جيمس ويفر وله مقال نشره مع بعض الزملاء في إحدى المجلات. إن الحافز وراء هذه الدراسة هو القلق بأن هذه الأداة وهذا الجهاز يتم استخدامه بشكل متزايد على هذا النحو، وأن هذا يمكنه أن يؤثر بشكل سلبي على الرأي العام، وقاموا ببحث هذا الأمر. تصميمهم للأمر هو أنهم استخدموا فيديو سوقي موسيقي. لقد حاولوا أن يبتعدوا عن السياسة من أجل، وبالتالي كان لديهم هذا الفيديو وقاموا بصياغة رسوم تمويهية، بعض منها
هذه الرسوم كانت تعكس بعض الموسيقى الصحيحة، لكن بعض منها كان غير صحيح، وبالتالي قامت الأبحاث بدراسة تأثيرات هذا النوع من الموسيقى، واكتشفوا بأن هذا الجهاز جيد جدا للتلاعب بالجماهير. خلاصتهم هو أن تقديم هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى تنميط ردة فعل الناس، بالرغم من البيانات التي يقدمها الجهاز قد تكون من عينات غير موجودة أو أنها ليست مصداقية، وإظهار هذه البيانات قد يؤدي إلى معنى نظرية ما يسمى بالتأثير، أي أن شخصا يؤثر على شخص آخر وبالتالي يتبعه في رأيه. هذا مقال يتعلق بمناظرة سياسية، وكان يتعلق بين ريغن ومنافسه وقتها، منافسه مونديل. البيانات ظهرت أن ريغن كان له نتائج أفضل، وآخره وهناك بيانات أيضا ظهرت أن مونديل أظهر نتائج أفضل، في حين أن الفرق بينهم كان 36 نقطة. إذن التأثير من ناحية تأثير المتسلسل يعلم الناس بأن يختاروا المرشحين ويقرؤون ما يشاهدونه في الفيديو حسب البيانات التي قدمت لهم في البرنامج، وأن لذلك تأثير كبير. إذن هذا يقودني إلى طرح السؤال التالي، وهو أمر مهم بالنسبة للسياسيين. مثلا جون هاورد وهو رئيس الوزراء الأسترالي أكد لمشاركته في مناظرة 2007 أن هذا الجهاز لا يستخدم في هذه المناظرة، لأنه لم يظهر بشكل دائم على الكاميرا، وقرب قال بأن هذا الجهاز قد يؤثر عليه. إذن هذه الطرق يمكن فيها استخدام التكنولوجيا يمكنه أن يكون لصالح أحد المرشحين على حساب آخر، لكن باعتبار المنهاج السري نطرح السؤال: ما الذي تعلمه التكنولوجيا للناس، وكيف تصيغ أفكارهم، وكيف يتعاملون مع المعلومات ويتخذون القرارات؟ لو عدنا إلى 1938 و1941 كان هناك برنامج في جامعة برينستون قام به روزفلت لإطلاق برنامج تحليلي. كان هناك ما يسمى بثيودور أدورنو، وهو أحد المفكرين الكبار، كان يأتي إلى نيويورك وجيرسي، وكان طرفا في هذا البرنامج البحثي في برينستون. لقد انتقد هذا البرنامج بشكل كبير، وطرنا في الشريحة هنا في مقاله قال بأن الهدف من وراء هذا الاستقصاء هو أحد التكنولوجيات الرامية إلى تلاعب بالناس، وهذا هو مجال مثال نسكافو، لأن الاستعارة التي استخدمها أدورنو لوصف التأثير السلبي لتلألني على الرأي العام هي أنه شبيه هو أنه عبارة عن كعكة كبيرة تستخدم لتحليل الموسيقى. وقال بأن المستمع يوقف قدراته العقلية عندما يستمع إلى الموسيقى، وبالتالي يقوم مباشرة باستهلاكها. أنا لست متأكدا من أن النسكافيه لديها نفس المذاق مثل الكافيه الحقيقية، لكن الأمر يتعلق بصياغة سريعة لمذاق ورؤية الناس، وكيف يمكنك أن تقيسها بشكل غير نقدي من خلال هذه التكنولوجيا. هذا ما قاله أدورنو في عبشاني ليتل ألني في 1945. سنتجاوز هذا المقتطف. نيت سيلفر وهو أكبر المعلقين السياسيين الحاليين في أمريكا، وهو مشهور نتيجة لأنه تنبأ بنتيجة 2012، انتخابات 2012. في 2008 انتقد هذا البرنامج واستخدم نفس المنطق الذي استخدمه ثيودور أدورنو. قال المشكلة هي أنه
مضحك إلى درجة أنه لا يمكن أن نرى أن نشاهده، إنك عندما تشاهده لا تستطيع أن تتحرك أبدا عن مشاهدته، وبالتالي لا تفكر في نفسك، تبقى مشاهدا أن تستخدم التفكير. هذا يطرح مشكلة، لأن بعض الأبحاث في مجال علم النفس تظهر أنك عندما تقلص الوقت لصناعة القرار هذا يؤثر على مقدرتنا على قياس ردات الفعل بناء على عملية التفكير، وبالتالي نعتمد وقتها على الصور النمطية غير النقدية. هذا الجهاز يطلب منك أن تقوم بعملية تقييم كل ثانية، وهذه ليست الطريقة التي تقرر بها وجهة نظرك في نقاش ومناظرة سياسية. إن جمع المعلومات وتقديمها في الرسوم يقوم على هذه النظرية المتعلقة بطريقة بناء الناس أفكارهم بشأن المناظرات. مايكل جلادويل قال بأن هذا أمر يثير القلق، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى ب الخطأ الخطير لوارن والذي هو رئيس أمريكي، لكنه في جوانب جيدة. لقد قال بأن السبب الوحيد وراء انتخاب وارن هو أن المواطنون كان لديهم فكرة عنه بناء على لحظات بسيطة توصل من خلالها إلى قرار، وذلك تماما هو ما يقوم بهذا الجهاز في علاقته بالتأثير على رؤى المجتمع. السؤال الأخير بشأن هذا الأمر هو بشأن دور التكنولوجيا في المناظرات العامة. كيف لتكنولوجيا الاتصال يمكن تطويرها واستخدامها لإشاعة القيم التي تعبر عن مفهوم المحاججة كأداة للتمكين؟ لا أود أن أقول أنه يجب إلغاء استخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها في المناظرات، لا أود ذلك. بالتأكيد هناك استخدام بديل للتكنولوجيا يتجنب الأشياء السيئة ويسمح بأوقات أكبر لاستيعاب وفهم ردة فعل الناس، وهكذا تحدث في هذا المجال عن المنهاج السري. السؤال الثاني، كيف يتعلم طلب المناظرات العامة ويطبقها بشكل يسمح بتحقيق مبدأ التكنولوجيا الثقافية المتطورة؟ الآن الطلبة يلعبون دورا رياديا مهما لتحديد أدوات المجتمع تسمح لهم بالتحدث والتفكير، ولكن أيضا استخدام التكنولوجيا ليكون لديهم مناهج سرية متطورة. على وجه الخلاصة، إن عهد محلل التفكير قد حلت وهي تنتشر في جميع أنحاء العالم، فنراها تسوق في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا بوتيرة سريعة. إن نطاق هذا الجهاز ينتشر من مجالات المخبرية إلى استخدام التكنولوجيا بصفتها أداة لتقديم تغطية حية للمناظرات السياسية. مع هذا هناك ما يسمى صحفيين يقومون بتحليل هذه الأجهزة كأدوات لسبر الآراء. المشكلة هو أن الأبحاث العلمية والمعرفية حول استخدام هذا الجهاز في سبر الآراء غير متطورة، فهناك دراستين فقط ومقالين يهتمان باستكشاف تأثير هذه التكنولوجيا على مشاهدي التلفزيون وتصيغ ثقافتهم السياسية، ولم يتم أيضا التثبت من مصداقيتها كأداة لتحديد المنتصر في المناظرات. بالرغم من ذلك فالصحفيون يواصلون استخدامه. إذن الممارسة على الأقل في أمريكا تتجاوز بشكل كبير الأبحاث العلمية الخاصة بهذا الموضوع. أخيرا، إن المنهاج السري هو برنامج مهم جدا، لأن ثيودور
أدان اعتقاده لليتل أني يقول بأن نتيجة لأنه يؤدي بالناس إلى تشكيل آراء نمطية وفي أوقات محدودة، بالرغم من أن هذه المنهجية لا تزال تحظى باتساع عام لدى الصحفيين. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء. Well, thank you, Gordon. That was amazingly wonderful, except for. أشكرك جزيل الشكر. هل هناك أسئلة من الحضور؟ يمكن أن أراكم. هناك أحدهم هناك. سؤال. تفضل. Aaron Bark. بالنسبة لعملية التسويق لهذه المنظومة تقول بأنها دقيقة، هل ذلك صحيح؟ يقول بأن هذه أداة قياس دقيقة وأن هل هي ذات مصداقية؟ نعم، لكن مع التحذير التالي، هي دقيقة بشأن ماذا؟ هذا هو سؤالي، كيف نعرف أنها دقيقة ما لم يكن لدينا نظام آخر لقياسه؟ قاسم بديل يمكن يسمح لنا بالمقارنة والقياس، كيف نتأكد من الادعاء هذا بشأن الدقة؟ ما الذي يعنونه بذلك؟ إنهم كارسون نايرمان وزملائه الألمان يفرقون بين المصداقية الداخلية والخارجية. المصداقية الداخلية نقيسها عندما يكون هناك مثلا مجموعة 39 مصوت مثلا وتظهر لهم فيديو بشكل مناظرة وتقوم بقياس ردة فعلهم خلال المناظرة، وبعد ذلك تقدم لهم سؤالا بشأن من كان أداؤه أفضل بعد المناظرة. إذن مقارنة الأسئلة مع البيانات هو ما يقدم إمكانية تحليل البيانات تسمح للباحثين بالتأكد من المصداقية الداخلية. ما يتعلق بالمصداقية الخارجية، هذا يقودنا إلى المثال المتعلق التعامل مع أشخاص لا علاقة لهم بالمناظرات، وهذه الدراسات بهذا الصدد محدودة جدا وغير مؤكدة فيما يتعلق بادعاءاتها بخصوص الدقة في القياس. سؤال هنا، هل تشيس؟ أنا تشيس من جامعة إلينوي. لدي نقدان لتكنولوجيا الاستجابة المستمرة، أحدهما أنه تم التعامل معها كأداة لاستطلاع الآراء، ثانيهما هو انتقاد أدورنو لهذه المنظمة بأن هناك منهاجا سريا يؤدي إلى التقليص والحد من المقدرة العقلية. حتى ولو تمكننا من الحصول على مصداقية تتماشى مع ضرورة استطلاع الآراء، بالرغم من ذلك لا يزال هل سيكون لدينا القلق بشأن انتقاد أدورنو؟ بعبارة أخرى، هل استطلاع الآراء السياسي في حد ذاته يخضع لانتقاد أدورنو وليس تحديدا الأدوات التكنولوجية المتعلقة بالليتل الآن؟ أنا أتفق تماما مع ما أتيت على ذكره، وأود أن أضيف عليه بأن وجهة نظر أدورنو تتحدث أيضا عن نقد لنظام الرأسمالي وكيف أن استطلاعات الرأي أيضا تقود الاستهلاك الإعلامي بصفته جانب مهم من هذه المعادلة. بايدن هوستيتش من جامعة بيتسر. سؤال له علاقة بالسؤال الأخير. كانت هناك أبحاث كثيرة عن تأثيرات استطلاع الرأي على صياغة الرأي العام. إذن أعتقد هل تشعرون بأن تأثيرة هذا الجهاز فريدة من نوعها وبالأخص فيما يتعلق بالتلاعب بالرأي العام؟
أم أن كافة أشكال استطلاعات الرأي هي من نفسها تتلاعب بآرائنا؟ هل نحن نتحدث عن حالة فريدة من نوعها؟ أعتقد أنهما الأمران يتشابهان في طبيعتها، وأرى بالرغم من ذلك أن هناك فرقا من ناحية الحدة والمستوى. مثلا جهاز الاستجابة المستمرة أكثر، كما قال النيل، حيث أنه من الصعب أن لا تتابعه، حيث أنه يستغرق اهتمامك، وهو يتجاوز موضوع المعلومات إلى ما قاله إزراهي الفيلسوف، أي المعلومات الخارجية، وهو أشبه بمصاص دماء معلوماتي يحاول أن يستقطب ويستحوذ على اهتمامك. الموضوع الآخر هو أن هناك جانبا يتعلق بإمكانيتي أن هذا الجهاز أن يوحي ويوهم الناس على وجه الخطأ بأنهم يفكرون بشكل نقدي، لأنه يمكنه أن يعطيك فكرة بأنك أنت أنه سيسمح لك بأن تكون فكرتك بشكل مستقل، لكن بالرغم من ذلك هناك أجندة وهناك خفية تعني بأن طريقة تفكيرك يتم التحكم فيها، وإلى درجة أنه يصعب عليك أن تصغ أفكارا بعيدة عن الأفكار النمطية المنحازة وأن تفكر بشكل عقلاني متأنٍ. إذن الخيارات لديها تداعيات. لقد بدأنا في وقت متأخر نتيجة للغداء. إذن أود أن أحثكم أن تتحدثوا إلى جوردن، سيكون موجودا معنا خلال نهاية الأسبوع. وكما قلت ليست هناك نقاشات كاملة. سأقول لكم بأنه في 5:30 ستغادر الحافلات من هنا للعودة إلى الفندق. إذن يمكنكم وقتها أن تذهبوا إلى العشاء. تذكروا ذلك. الآن سنذهب إلى استراحة، لكن قبل ذلك أود أن أشكر جوردن لهذا العرض الرائع والمذهل والمشوق.